تم عشية اليوم بالرباط الاحتفاء بالكاتبة الصحفية زكية داوود وبإسهاماتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك خلال حفل تكريمي نظمه فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية تقديرا لعملها الدؤوب على نشر قيم التضامن الاجتماعي والدفاع عن حقوق الإنسان بالمملكة. والتفاصيل في ريبورتاج خالد نجدي. في لمسة من لمسات الوفاء والعرفان، أقدم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب على الاحتفاء بالصحفية والكاتبة زكية داوود التي سخرت قلمها للدفاع عن قيم التعدد والانفتاح وتكريس ثقافة حقوق الإنسان. هذا التكريم شرف لي وأمل أن أكون أهلا له، وأعتقد أني قمت بعملي وحاولت تقديم أفضل ما لدي، وإذا تذكر الناس ما أنجزته خلال السنوات الماضية فإن ذلك يخلق لدي مشاعر مختلطة، فأنا مندهشة ومستغربة وفرحة. يحق لها علينا اليوم أن نضع لها مكانة في قلوبنا وفي ذاكرتنا الجماعية في المغرب، وإبراز أيضا مساهماتها الكبرى في الدفاع عن قيم الاختلاف والتعدد والديمقراطية. ولدت بفرنسا باسم جاكلين ديفيد، ثم تحولت إلى زكية داوود عام 1963، وأصبحت واحدة من أكثر الشخصيات رمزية في الصحافة المغربية بعد أن أصدرت عام 66 مجلة لاماليف. وطيلة 22 عاما من الصدور لم تتوقف هذه المطبوعة عن اكتساب المزيد من القراء. وكبت لاماليف نشأتنا، فقد كانت مجلة مرجعية بالنسبة لنا، حيث أنها كانت تتطرق إلى العديد من القضايا المستجدة بالمغرب خلال نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كالثقافة والمرأة وعلم الاجتماع ومجمل القضايا المطروحة للنقاش في المغرب خلال تلك الفترة. أسلوب زكية داوود هو أسلوب المثقف. خلال تلك الفترة كنت أجده عميقا جدا، لا يمتلكه إلا كاتب يتوفر على الكثير من الصرامة، ويمكن الوقوف على ذلك في مجلة لاماليف وفي مؤلفاتها. وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة بعث هذا الأسلوب الذي يجب أن يبقى أسلوبا يحتذى ليس فقط من قبل المغاربة وإنما أيضا من طرف المغاربيين. الصحافة لم تكن النشاط الوحيد لزكية داوود، فاهتمامها انصرف أيضا إلى كتابة الرواية والسير الذاتية، وأعدت مؤلفات حول الهجرة والمرأة، ومكنها هذا المسار من نيل جائزة المغرب للكتاب في صنف العلوم الإنسانية سنة 2005.